استوديو هومن. النهارده معانا ايمان حتتك بتتك. اوكي، فاحنا النهارده هنشوف الناس اللي طول الوقت بتحاول انها تقيم الاكل وكده بتعمل ايه. الفزاليك الجامدين دول، يلا بينا. صباح الخير. الاخبار انتوا ايه ده؟ شبه بعض. انتوا تمام متطابق. مين عمر اللي طالب؟ انا عمر الكبير بخمس دقايق. انت اكبر بخمس دقايق؟ ومين اللي قال لك المعلومه دي؟ بص، عايز اقول لحضرتك، هو امك اتلخبطت صدقني فكره. بس عايز اقول لحضرتك ان هو اكبر مني بخمس دقايق، بس عرفني ينزلني اجيب له اكل. كلمه اكل، تحبوا الاكل؟ انا فود بلوجر اصلا. بجد انتوا مش بتشبهوا عليا، مش عارفيني انا ايمان حتتك بتتك. ايه؟ ايوه. ايه ده بجد؟ ما عدتوش على الاكونت قبل كده؟ اوكي يا فندم، معلش باكل اكل. يعني بتاع تحديات اكل. بتروح عربيه كبده؟ ايوه، اجيب الاكل وافتحه في العربيه. يعني شبه كده، بس مش كله رمرمه يعني. بس انا بعمل ايه؟ بفتح الاكل في العربيه واصور ومكمل معاك. انت حسيتك بتهس عليا؟ لا، اصل المحتوى ده غريب قوي. بس هو حضرتك هو ده اللي واكل، بالذات ان انت بنت. لا يعني ده دلوقتي اصلا ممكن شباب. ماشي، اصلا انت قريب هتروح كده السجل المدني، هتلاقي في البطاقه بلوجر. يعني حضرتك اسمك حضرتك بطاقه بلوجر؟ لا بس بطمح لزالك يعني. حتى طولي بقى حتى. طب ممكن بس تحكي لنا كده تجربه حصلت معاكي؟ اكلتي ايه قبل كده؟ يا رحتي مستشفى ايه بعد؟ حصل لك كام غسيل معده؟ اتكلمي معانا كده، احنا اخواتك الصغيرين. كام غسيل معده؟ انت بتفول عليا ليه يا عمر ولا يا عمرو ولا انت مين النهارده؟ بصي، انا عمر اللي ورا، عمر اللي قدام علي وعمر. أيوة. عمر وعلي. مظبوط كده، علي وعمر صح كده. طيب مفيش قلم جاف؟ لا مفيش. اعلم حد فيه؟ والله بص حضرتك، انا بص اوريها حاجبك. او بصي اتعلم. واحد مطقوش وتاني لا. ابويا مطقوش، حاجبه مطقوش في عيني كده. بص ايه تاني كزلك؟ انت يا اسطى المطقوش. بص حاجبك خلاص يا صاحبي. ده ابلكيشن ايه ده؟ زرافه. طب اتفضلي بقى وصلينا عشان احنا متاخرين بعد اذنك. لا بقول لك ايه، انا احب يومي يبقى فريش. فريش مش هتفرفش معايا كده وتبقى فرافيش عند العربيه دي. انا كده كده مستنيه اوردر. يا فندم انت قد الدنيا، وصلينا بالله عليك. ماشي يا متاخر. طب انا بعمل ايه وانا ماشي على سيراميك؟ ما انا ماشي على الطريق. اتفضلي. بص قلت لي اسمك حتى تحت ايه؟ الواحد يتمنى يبقى كلب. بص الكلاب كلها نايمه في امان الله وساكته الا البني ادمين، لازم ترط. لازم. تقصدي ايه حضرتك بالكلام؟ ثواني عشان احنا هنستلم الاوردر بس. وهذا انا ما جبتش تيشرت لعلي ولا عمر، انا قلت بني ادمين. ثواني. ده ايه ده؟ احلى اوردر في الدنيا. تنين بارتك يبقى من عربيه كبده. ها فرمسيس الاوردر ده عربيه كبده. مش كبده. امال ايه يا فندم؟ مش كبده بجد. انت ليه يا عم؟ مش كبده، هنشوف دلوقتي. امسك بس كده. اوريك. افتح معايا بقى يلا. سمي لي امسك. افتح. اشتروا كبده. انا اديهولك انت، انا استظرفتك اكتر والله. ما انت استنى بالراحه بالراحه. ده لمين ده الاول؟ ده ليه اصول. ليه؟ ايه ده؟ بتحبوا تشيروا؟ ايه تحبوا تشيروا؟ شير ايه؟ تشيروا معايا الاوردر يعني. بص انا هقول لك على حاجه، انا شغلانتي بسيطه قوي. هشرح لك. انا بفتح الاكل ده وافتح الكاميرا واعمل يوه. فيديو. اوكي، مطعم بيتفق معايا يبعت لي البريزه التمام اهي. ايش شغالينها معاك يا حتتك؟ اسمها كده على فكره، ولا ايه اللي اسمها بريزه؟ اسمها بريزه. طب احنا ليه كده؟ ليها مصطلح تاني؟ لا انا ممكن اديها لكم اصلا بس لو ساعدتوني. ايوه هو ده. احنا نخش في الايه. شفت انا جايه في مصلحه؟ 100 100. يعني انا جايه لك في مصلحه وانت بتمشي على حالك. المهم يعني، فانا بعمل ايه؟ بفتح الساندوتش او بفتح الاوردر اللي بيجي لي وبقول ايه ده جوسي. بس مش جوسي يعني، بقول لا جوسي. بتقول ايه؟ جوسي. هو ده اللي بيطلعك ترين بجد. ما شاء الله عليك. بقول بقى حاجتين بالظبط، ده جوسي. اوكي ده يامي يامي. إيه؟ ده مقرمش قوي. طب هنفتح الجوسي ده امتى؟ نفتحه دلوقتي. يلا دلوقتي يعني. لا انا اكلت الاوردر اللي قبلك، ممكن انت تاكل ده. هي بدايه مبشره. هو جامد. جرب. اكلتي؟ طب ده او انا ممكن اعمل لكم تيست اوريكم تقلدوني. يلا بينا. يلا بينا. انت ولا مش فارق معايا؟ اوكي يلا ثواني افتحهولي. يا سلام ذوق قوي. شوفي يا لهوي مش طبيعي. اتفضلي. بس انا هاخد دي. طب ما تاخدي من اللحمه. انا بفتح الفيديو. لا انا تمام كده، انا فيجن اصلا. اوكي فيجن. يعني لما باجي اعمل اعلان لمحل اكل فيه لحمه
بشتغلهم يعني بكلش عشان انا فيجن وكل شيء على كل شيء. سامي بص انا فتحت له فتحت الفيديو ها هلا اوكي. بطاطس يامي يامي مقرمشه وطريه قوي. ايه ده؟ ايه البطاطس دي معموله بزيت عربيات؟ ايوه يعني ماشي هو لا ثواني طيب طعمها مش حلو طب غريبه انا شايفه ليه. طب ما الفلوس على جنب انا مش عايز انا اخش مستشفيات. خربت الفيديو. اه صحيح ده جو يا جدعان البتاع ده جوسي جدا جوسي جوسي جدا. يلا يلا معايا يلا واحد جوسي بالراحه بالراحه يلا جوسي يلا واحد جميله ثلاثه تحفه. ايه الاكل ده جوسي 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 جوسي. انت قلت جوسي وايه ثاني؟ يامي 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 الاكل يامي يامي الاكل طعمه حلو. كل ورقه بتقول كلام ثاني يعني عشان طعمه مش انا عرفت هم ليه بيعلوا الفاشة عشان مطعم واقع مطعم واقع. بقول لك ايه هو الاكل انت عصاصي من كل ده. لا انا زوري طبعا كده كده همنتج ما هقول اعرف ان انت يا عم احنا عمالين ناكل ونسينا ان احنا رايحين مشوارنا. بص يا فندم اكلت اكلت خلاص انا خلاص. لا العلبه دي سيبها مقفوله بقى. الاكل ده زفر زي ايه؟ حضرتك انا عايز اسالك سؤال. خلاص اكلت بقى. هو انت لقيتيه على الارض فقلتي تعملي بيه صدقه جاريه وبتاع وتاكلوه لنا؟ اخس عليك يا عمر. طب انت شايفانا طيب ما ايه ده مائده الرحمن. طب الراجل جايبه من الشباك لوحده والله انا ما عملش حاجه. ثانيه واحده اهو بيتكسر بس بقى عايزين مش عايزين فضايح. امسك يا عم. ايوه يا مستر. ايوه يا مستر علي. ايوه يا استاذه. ايه معلش انا بس عايز الحقك قبل ما تعملي اي حاجه ان الاكل طبخ معاه عرسه. ايه تصرفت يا عم انت يا عم عرستي يا عم نهار ازرق. وانت جوسي يا امين جوسي ويامي. ودينا على المستشفى خد الاكل بتاعك ده كده الله. ودينا افتح الباب. ما انا ده ايه ده الواد عايز يخش الحمام افتح الباب. الحمام ده له بقى لسه العرس ما اتهضمتش. عند السكر والنبي عايز يخش الحمام افتح الباب يا فندم. طب استنى استناني تعالى استناني. طب يلا ولد استنى ماكن عرسه انا هنزلك. عمال اقول لك تقولي جوسي جوسي وتقولي بواكي جوسي جوسي وباريزه يا عم ورمالي. هو انا انتبهتوا عمال لك مطعم واقع عشان فشل عليا بتقولي اه بقى مطعم تحت بير السلم. يعني ايه عرسه يا عم ايه القرف ده؟ يعني انا دلوقتي كلت راس عرسه. انا كلت معاكوا والنبي اسمح. انت واكل ايه؟ بطاطس. طب ما احنا واكلين ثواني. البطاطس كانت جوسي. انا مش فاهم بجد انتوا حارقين دماغكوا ليه؟ ثواني هو مش دي فلوس؟ روح تعالي ما توجعش دماغي. خلاص ماشي ماشي هو هيبقى موت وخراب ديار. ما احنا كده كده جالنا تسمم بقى نروح نعمل اي حاجه. ده انت لاجئ ولا ايه؟ هات كده بس كده وربنا يا حتتك بتتك يا انا والله ما ادكتك جنيه. انت مش مادي حقير ده انت مادي. انا مادي بص جزبال. اه ده حقيقي الزباله بتاعت جوسي وحاجات. يلا يا عم وحسنتي على اي جنب حسنتك اخرك هديكي 30 جنيه على المشوار. اسكت اسكت 30 جنيه خساره اصبر. طب وعلى كده تسمح حتتك بتتك اللي جاب لنا الاكل اسمه 10 جنيه حتتك بتتك 10 جنيه من التينا. ايه ده؟ عايز ايه ده؟ هات 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 100 جنيه ده مفيش يا جوسي. هات يا عيب على التو او بتاع يا حتتك بتتك. يلا يا عم نزلنا على جنب يا فندم. اسالوا وطيانة ليه يا معلم؟ فلوس معاك مفيش وطيانة. انت حرام عليك بتاكلنا اكل فيه عيرة يا عم. انتوا ما جرالكوش حاجة ما انتوا زي القرود. الفيديو دوت مفيش فيديوهات هتنزل. بقول لك ايه انت خدي بالك ان انت يعني انت كل ما تعملي كده والناس تشوفك تقول الله ده الاكل جميل وتلوبه انت هتاخدي ايه ده؟ يعني الناس هتتضر حرام عليكي. حسب الله حسب ايه؟ يا ابني انت واخد فلوس. انا بطني بدات توجعني والله. نزلنا على جنب نروح اي مستشفى يا فندم. الناس هتتضر ايه انت؟ طب بصي انت جيبك استفاد يا ابو ناس هتتضر. ما هو الفلوس دي انا هنتعالج بيها وانا ايه يوم هيتضرب كده ولا اروح مشواري ولا اروح مستشفى حتى. يعني ده اخر كلام عندك؟ ده اخر كلام؟ عايز تنزل على جنب؟ اه معاك الفلوس كده؟ خلاص يلا معاك الفلوس كده؟ ادينا هنقف. يلا يا حتتك بتتك ابلكيشن. بصي انا همسح الابلكيشن. طب استنى استنى طيب استنى استنى مش نايس تيميتي خالص مش عايزين بص 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 هتبقى نايس دلوقتي. ايه ده؟ هو ايه يعني ده اللي جاب لك الاكل ولا ده ايه؟ ده دور مطعم؟ تعالى تعالى يا عم. بس انت ما اكلتش حاجه وحشه يعني ده كان هزار. اكيد يعني الاكل اه مش مطبوخ مع عرسه اللي مسكت بطنك في 3 ثواني. والله العظيم حسيت فعلا في ريحه غريبه. مسكي عدهم ولا ناسين؟ تعب عليك بجد حاسه ان هم هيبقوا ناسين. تعالوا قربوا هنا. قول انك مش زعلان. مش زعلانين يا جدعان. الاكل 100 100 احنا كان ممكن هي بتهيئ لنا شويه حاجات عشان هي قالت كلام غريب والاستاذ اللي كان بيتكلم في التليفون ده مقنع قوي. هو في نزيع زيع زيع. مساء الخير استاذة عبير. ايوه ثانية واحدة ثانية بس يلا بينا. نورت الدنيا يا استاذة عبير. ربنا يخليك. عاملة ايه؟ الحمد لله تمام. كويس الحمد لله. احنا
الحمد لله. رايحين تجمع صح؟ ان شاء الله. تشتغلي هناك؟ اه. تشتغلي ايه؟ عندي بيوتي صالون. واو دي حاجه جامده دي. ميرسي. انت اللي جامده. ميرسي يا جامده. التجمع عندكم فيه مناطق كتير قوي مليانه مطاعم اكل بشكل مش طبيعي، فانا هناك اصلا بطبيعه شغلي. تشتغلي ايه؟ فود بلوجر. اه واو. توفيقي حبيبتي. ربنا يخليكي. ميرسي. انا طول الوقت بقى فاتحه التليفون كده على الفيديوز، يجي لي الاوردر في العربيه، فانا مشهوره بكده، الناس عارفاني بسبب كده يعني. افتح الاكل اقول واو جوسي، انا كده وزيق بقى طول ما انا قاعده. بس تحبي تاكلي انت زيقه؟ انا بحب اكل على طول طبعا، بس يعني ممكن اعمل كذا اوردر في اليوم، فاصلا مثلا يجي لي اوردر اكل فاهمه، فبقى انا لسه واكله، فمش فلو يعني خلاص بقى بس واكله وتاكلي تاني اعمل ايه شغلي. بس بقى ساعات كده ما باكلش بقى، لو انا شويه كنت لسه عامله ريفيو للراجل بتاع الفلوس عامل هناك مش ده كويس. كل شويه اكل، كل شويه اكل، باكل تبلعي. ما هو انا مش باكل اكل يعني، ممكن مثلا اشير مع حد وادي له هو الفلوس. انا مثلا باخد في الاوردر الواحد 10,000، فلو حد موجود يعني اه، فبعمل كذا اوردر طبعا، فبعمل ما شاء الله فلوس كويسه في اليوم يعني. فانا دلوقتي مثلا المفروض الراجل يجي لي بالاوردر، المفروض مش عارفه استعجله ولا اعمل ايه. احنا مش عايزين نعطل نفسنا واحنا ماشيين. لا سوري مش هعطلك خالص، بعدين انت لما لسه متفقه معاكي كله بثمنه بقى. فاضي. الاوردر فين يا اسمك ايه؟ مش فاكره اسمك. اه الاوردر ده. اوكي ثانك يو ميرسي. يخرب بيتك هيقع عليا. اوكي شكرا، هبعت لك باي. بجد لا انا متعوده اقفل السكه في وش الناس، هو سبقني اقفل السكه في وشي. معلش عادي تساعديني؟ معلش. الشارع ما بيتحركش ليه؟ اتحركوا يا جماعه. طب ايه رايك تعملي انت ريفيو ده وانت اولى بفلوس؟ اولى بفلوس ازاي؟ مش فاهمه يعني. تاخدي انت فلوس ليه يعني؟ انت ايه اللي خلاكي تقولي كده؟ شعري بيقع. ايه اللي خلاكي تقولي كده؟ مش عارفه خلاص بلاش، انا مش عايزه خلاص يعني. انا دلوقتي لسه مبعوت لي لسه صاحب الفلوس اللي هو بعتها لي 10,000. 10,000 جنيه؟ اه ده في الجنان ادق اكل. اه احط رقم. ايوه ايه ثواني مش سامعة. محتاجين ناس مختلفة النهاردة تعمل لنا ريفيو. تدوق يعني؟ اه ناس عادي من الشارع. اوكي ماشي يعني ناس طبيعية كده، ناخدهم نعمل ريفيو بيهم، هيبقى الموضوع احسن. مش لازم يعني ايمان حتتك بتتك. اوكي خلاص ميرسي. اوكي انا عرفتك بيا، قلتلك اسمي؟ لا يا حبيبتي انا ايمان حتتك بتتك. حتتك بتتك حتتك. عسل يا مين، فرصة سعيدة. ميرسي يا عبورة. شكرا. نايس تو ميت يو تو. بس انت لازم تتابعيني وتعملي لي فولو، هتشوفي بقى الحاجات اللي انا بعملها للمطاعم وبتاع. انا كان في مطاعم اصلا بتشحت، بقوا اغنياء قوي دلوقتي. انت برافو شاطرة. برافو. هيا هتساعديني ولا اعمل انا المصلحة السريعة دي؟ ماشي ساعدي. اوكي ثانية اشغل لك الفيديو. كمان فيديو؟ اه امال ايه؟ بصي انا كده كده همنتجه ماشي؟ ماشي. بس بقى في رولز فاهمه يعني، لازم بنقول ايه. الله يمي يمي ده جوسي ده بيشد ويمد ويموت وبتاع كده على طول، على اساس بقى انه فاهمه جامد قوي ومفيش في حلاوته ثلاثه يعني. ماشي يلا بينا. هي ليها سكشنز كتيره بقى، اختار انت. يا الله كده يعني شوقي الناس. يمي 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 يمي. بس جوسي جوسي جوسي، بتشد وتمد وتمط. شد وتمد وتمط جوسي. الله بس هو تحسه مبين. ايه ما تقولش كده بقى يا لولو. جوسي جوسي بيشد ويمد. جوسي موت جوسي موت 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 موت. الله في الحلاوة والطعامة. الله في الحلاوة والطعامة. أيوة بس كده كده جامد قوي. ميرسي. ناخد بقى ايه تليفون هنا. معلش ممكن نحطه على الكنبة؟ بيت ريش كده بجد.
اوكي ايوه يا استاذ اوعي تاكلي حد من الاكل. ليه في ايه؟ في هرسه وقعت في الاكل. اكيد فاهم غلط. اكيد فاهم غلط. ايه ده؟ اكيد زي. ما ده ما انا ما اعرفش. اكيد فاهم غلط بجد ما تقلقيش. طب ايه بقى الحل دلوقتي؟ انت حاسه بحاجه؟ لا بس هو بيقول لك ان الاكل كان فيه كذا. بس انت مش حاسه بحاجه خلاص. يعني ايه مش حاسه بحاجه وانا معدتي دي ايه؟ مش فاهمه. بس نجيب شرتين فلاجيل من اي صيدليه وخلصنا. لا انا هروح المستشفى بقى. مستشفى؟ ايوه. طب وده؟ انا هروح بيه. شريط فلاجيل؟ فكري. طيب ماشي يعني فكري تاني. ده اللي وقت دي كده عادي الشريط الفلاجين ده ما يعمليش حاجه يعني خلاص ما روح اشتكي. لا ما انا دقت وخلاص. يعني عايزه فلوس؟ ايوه ما انا دقت وعملت على فكره تيست الاكل. طب قلت لك حلو قلت لك بيمط ويشد وواو خلاص نردح لبعضينا كل. لا مش قوي كده يعني مش هنوصل للمستوى ده طبعا. فعلا مستوى بيع مستوى مادي الاكل كان بيه مستوى رديء. عدي عدي يا حبيبتي. وانا انت ايه مش هتديني حاجه؟ عشان اللي دق وانت قلتي بطنك مليانه مش هتدوقي مش هتدوقي. انا انا اللي جبت المصلحه. طب ادي حبه. لا ادي حاجه. انت دقتي ولا انا دقت؟ عبير انت دقتي؟ انا بصورك على فكره. طب سؤال تصوريني؟ اه. طب مش صورتيني وخلاص بقى. طب وربنا رفضها. لخبطتيني بقى يا مدعية. لخبطتيني. بصي ايه ده؟ ايه ده مين دول؟ دول اللي هيفضحوك. ايه ده؟ انا اخد الفلوس وامشي. ايه ده؟ ده مقلب. قولي مش زعلانة منك يا فطومة؟ لا فطومة عسلياية بس هي طلعتني طماعة. حبيبتي. لا يا حبيبتي. قولي موافقة انت يا زي سي عبير زي مش عايزة فرصة سعيدة. الأكل يا جماعة بجد مش ما فيهوش حاجة أقسم بالله هو بس بارد يعني احنا جبناه الصبح قوي وسبناه يبرد علشان يبقى اللي بيشوفه يقلق يعني بس هو بس بارد ما فيهوش أي حاجة أي حاجة فايه؟ قال لا تفتكروني بس من الناس يعني ولا حاجة.